أهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم. اليوم صبايا رح نساوي القبة المستديرة، بس بطريقة انه الظهر اعلى من الصدر مثل الجاهز تماما. وهاي هي هون انه انا مشتغلة، هلا رح فرجيكم كيف بتصير معكم، انه الظهر بصير اعلى بشوي من الصدر مشان تصير مثل الجاهزة وتصير احلى يعني. يلا نبلش سوا، اهلا وسهلا فيكم. رح ساوي صبايا القبة المستديرة من الأعلى بالسنارة الدائرية، معاملتها أنا 88 غرزة. طبعا الظهر 26، الأمامي الصدر 30، الكتاف 12 ب12. عندي هون أول شي ببتدي باتنين، طبعا باتنين 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 مشان حدد وضعية الأكمام. هدون المبدأ تبعها 88، قسمناه هون على 26 ظهر، 30 صدر، كتف 12 ب12 ب2 ب2 بداية كل كمة. رح بلش أنا وأنتو. أنا هون عاملة 88 غرزة. بدنا نبلش يا صبايا توزيعه. طبعا أنا بعرف، بس مشان الصبايا المتعلمين الجداد بدي أحط علامات. أول شي بلف خيطي، بشتغل غرزتين، غرزة تنتين. هون بدي أحط علامة أني هون بداية الكمة. بعد اثنين كمان بلف هون لفة، بدي أشتغل 26 غرزة كلهم. طبعا هلا بدي أشتغلهم أنا سادة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا أنا هون خلصت 26 غرزة، بدي أرفع الخيط لأنه بدي لف مشان زيد للكمام صبايا، وبحط هون عند الغرزتين علامة تانية. هون بداية الكمة التانية. طبعا بلف الخيط لفوق، بشتغل غرزتين، واحدة تنتين، برجع بلف خيطي. هلا صبايا بدي اشتغل 12 غرزة، طبعا كمان كلهم اماميات 12 غرزة. 1 2. هلا انا هون سويت 12 غرزة صبايا، كلهم اماميات. هلا انا عم بشتغل، بدي ضل عندي هلا غرزتين نهاية الكتف من تاني اتجاه، كمان بحط علامة وبلف الخيط لفوق، بشتغل غرزة تنتين، برجع بلف الخيط. هلا هون صبايا انا عم بشتغل هدول الاثنين، هلا خلصت 12 واشتغلت الاثنين هدوني. طبعا من امامها لفة، امام الاثنين بلف لفة، وبعد الاثنين بلف لفة. هلا شو صار عندي؟ بدي اشتغل صبايا 30 غرزة. هلا بعد ما لفيت الخيط بدي اشتغل 30. 30. صبايا انا خلصت هلا ال 30 هدوني، هلا بدي اشتغل 2، خلصت ال 30 بدي اشتغل ال 2 وبعدين ال 12 مرة تانية. هون كمان بحط علامة، هون برفع الخيط
بشتغل اثنين، واحد اثنين، برجع برفع الخيط، بدي اشتغل هون صفوا عندي 12 غرزة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12. مثل ما شفتوا صبايا انا خلصتهم هلا، حددتهم مثل ما شايفين صبايا، اشتغلت 26 باثنين باثناش باثنين ثلاثين مرة تانية اثنين، طبعا في لفة هون ولفة هون، رجعت اشتغلت هون 12، رجعت هون اثنين، وهيك اكتمل الدور. هلا شو راح نساوي صبايا؟ وصلنا عند 26. هلا وصلنا على 26 صبايا، بدي اشتغلهم مرة تانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 20. هلا صبايا وصلنا على الحركة اللي بدنا نساويها. هلا وصلنا نحن، رح فرجيكم وين وصلنا. هدول محل ما لفيت الخيط واشتغلت، واشتغلت اثنين، يعني بداية الكمة هون هاي. هلا انا هيك خلصت الظهر لهون، خلصت انا اشتغلت 26 واشتغلت لعند الاثنين، اشتغلت الاثنين كمان. هلا بدي اخو بس اثنين مثل ما مرسوم هون، بدي اخو غرزتين صبايا، واحد اثنين، بدي ارجع بالشغل، ما بدي كفي سطري. بدي ارجع فيه مرة تانية. بدي شدها هيك صبايا، انتبهوا انا ليش عم شايفه هيك، ما بدي اشتغلها هيك، بدي اشتغلها هيك شده مزبوط. صاروا اثنين يعني مبينين هيك، اخذهم لهي السناره بدون شغل، غرزه وحده هي بس انا شديتها اتصارت معي بهالطريقه، وبكمل سطرين رجوع، اخذت غرزتين من هذا الاتجاه. هلا انا هيك عم ارجع رجوع بالرسمه بالظهر يعني. هلا بدي اروح للاتجاه عن بداية الكم الثاني. هلا انا عم بشتغل خلفي، فيكن تكفوا كلها دائرة، وفيكن هاي مشان تطلع مثل الجاهزة، انه الظهر اعلى من الصدر بشوي، بيطلع احلى، بيطلع مثل الجاهز. فيكن تكفوا دائري وخلاص بيمشي الحال. وفي هذا الموديل انه بيطلع الظهر اعلى من الصدر بشوي، بيطلع احلى، هاي بيسموها بالدرب القصير او الدرب الصغير، يعني روحها رجع. طبعا وبالاتجاه الثاني بدي اخذ غرزتين كمان. مثل ما شفتوا صبايا انا عم باخذ، هلا عم بشتغل الظهر 26، اشتغلت من عند الاثنين
اخذت بعد منه غرزتين ورجعت رجوع لعند هون، كمان اخذت غرزتين اثنين، يعني اخذت اثنين من هون واثنين من هون بعد الاثنين تبع تحديد الكمة، برجع رجوع بسطري من اول وجديد. كمان هون يا صبايا اخذت الاثنين، برفع الخيط وبشده مشان تطلع معي. هيك بهاي الطريقة صبايا. بشتغل اخذته الاثنين مع بعض، ما اشتغلته بس سحبتهم اخذته لهذيك الجهه. برجع بسطري صبايا مع هون، بدي زيد انا هون عندي اثنين هون صبايا، بزيد هون لفه بشتغل اثنين، بدكم ما تنسوهم بدايه الكمه، بنزيد اثنين فوق الفتحه الاول وحده، نزيد اثنين مشان يضلوا هدول ماشيين معنا سوا، ونرجع بالسطر تبعنا هلا. انتوا عم تنتبهوا انه شو عم بيصير معنا، عم بشتغل انا بس بالظهر الظهر، وعم باخذ من عند الكمام عشان يصير عندي القبه من ورا اعلى من قدام مثل الجاهزه يعني. طبعا هون ما بدنا ننسى صبايا، انا زدت هون هاي بشتغلها، بلف الخيط هون عند هدول اثنين بيضلوا معنا للاخير، هدول اشتغل وحده تنتين وبلف الخيط. انا اخذت غرزتين بالمره الماضيه، وحده تنتين، هاي زادت طبعا، هاي الثانيه بشتغلوا الاثنين هدول غرزه وحده، لانه هدول هن غرزه وحده بس بهذه الطريقه ما بقوا يبينوا انه انا رحت ورجعت صبايا. هلا برجع باخذ غرزه تنتين، هذا المبدا يعني، بيضل اخذ اثنين من هون واثنين من هون حتى يخلصوا معي كلياته، يعني هذا بصفي كله صبايا عنا تكرار بتكرار الحركه هاي اللفه اللي سويتها مشان ما تبين وقت اللي عم باخذ مثل ما شفتوا، ولا مبين رحت وجيت بالدور ابدا ابدا، مبين كله طبيعي الحركه بهاي شدت الخيط هيك صبايا، شفتوا كيف عم شدوا تيصيروا اثنين، وباخدهم بدون شغل. هي غرزة وحدة بس انا بشدها بتصير اثنين مبينة، برجع بشتغل سطري مثل ما هو. انا شو ساويت، زدت من هون غرزتين ومن هون غرزتين، طبعا وهي اللفة هون الزيادة بيصيروا غرزات معنا. هون تنتين هدول رئيسيات هدول القطبتين، بعدين الزيادة، بعدين بنتابع سطرنا للنهاية. اشتغلت اثنين ومثل ما شفتوا باخده بشدهم بهالطريقة وبشتغله مشان ما يبين معنا صبايا بدون شغل، يعني باخدهم اللي بنقلهم لهون وبكمل شغلي. انا كل روحة رجع عم باخد اثنين من هون واثنين من هون. مثل ما حكينا صبايا ما بدنا ننسى انه نزيد عند الاثنين هدو، عند الاثنين هدو بدنا نرفع الخيط ونلف لفة ونشتغل في كذا طريقة للزيادة، وهي انا طريقة واحدة منهم
تشتغلي وبنتابع. يعني المبدأ بظن يعني واضح انه انا عم بشتغل عم روح وارجع بزيادة غرزتين من على اليمين وغرزتين على اليسار، حتى بضل اشتغل هيك صبايا مشان ما يصير تكرار. يعني نفس المبدأ مثل ما شفتوا، راح كفي اخر السطر وبعدين بلشت توضح عليكم انه كيف عم يعلى معي الظهر. طبعا هاي الزياده هون، هاي بشتغلها هلا هون غرزه اللفه، بلف الخيط بشتغل الاثنين طبعا مشان توسع معنا الكمه ويزيد العدد. عم لف هون بشتغل هلا هون، هدول اللي عم يزيدوا معي مبينين صبايا. زدت وحده تنتين ثلاثه أربعة، وهدول الاثنين بناخدهم مع بعض. علمتكم ليش؟ مشان ما يبين الفرق بالروحة والرجعة. طبعا هلا كمان بدي ارجع اخد اثنين وارجع بالسطر. شفتوا المبدأ صبايا؟ انا عم روح ابتديت من هون هيك، خدت اثنين ورجعت، باخد اثنين من هون وبرجع. هيك المبدأ صبايا، عم روح وارجع روح وارجع تا ينتهوا عندي. بوصل لهون صبايا، باخد اثنين من هون بعدين ثلاثة بعدين خلاص انتهى. يعني هاي المبدأ تبعها بتصير مثل الجاهزة، القبة من ورا اعلى من قدام. ما حبيتي هالموديل، بس هذا التقسيم بتشتغلي فيها دائري وخلاص. مثل ما شفتوا صبايا، يعني هاي بين عليكم ظهر كيف علي عن الصدر. انا عم روح واجي فيه حتى يخلص الدائري كلياته، باثنين باثنين اخر شي ثلاثة بعدين خلاص بكمل دوري بلف واشتغل. يعني خالصة، بس لا تنسوا انه تزيدوا على الكتاف من هون وحدة من هون وحدة، وليكوا الزيادة اللي شدت الخيط اللي علمتكم اياها صبايا، مشان ما يبين نهائيا انه انا عم روح وارجع بالسطر تبعي. ان شاء الله تكون وضحت عليكم وشفتوها سهلة، واهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم.